للمرة الأولى إحدى سيارات الرئيس الأسبق صدام حسين تعرض في معرض كونكورز دي إليغانس أوف أمريكا للسيارات الكلاسيكية النادرة بالولايات المتحدة. قصة السيارة الكاملة في هذا التقرير. سيارة بنتلي الفريدة من نوعها كانت في أحد الأيام محطمة في مرآب أحد القصور الرئاسية ببغداد، لكنها اليوم تعرض في معرض كونكورز دي إليغانس أوف أمريكا للسيارات الكلاسيكية. قصة السيارة الفاخرة تبدأ في تسعينيات القرن الماضي عندما ظهرت في فيلم الملك غازي، فأعجبت الرئيس الأسبق صدام حسين، ولأن مالكها رفض بيعها صودرت السيارة وانتقلت إلى أسطول السيارات الفاخرة والنادرة للرئيس. البنتلي ظلت حبيسة مرآب القصر حتى سقوط بغداد، حينها تعرضت السيارة لما تعرضت له القصور من دمار وسلب ونهب، لكن الجيش الأمريكي استحوذ عليها. مالك السيارة الأول قدم للجيش الأمريكي وثائق ملكيته للبنتلي واستعادها مرة أخرى، لكنها لم تكن قابلة للإصلاح في العراق. جيم جورج مواطن أمريكي اشترى السيارة العراقية، وقامت شركة فينتج موتور ووركس بإصلاحها وإعادة ترميمها لتبدو لامعة وممتلئة كأول مرة أنتجت بها عام 1958. السيارة التي تحمل رقم بغداد هي واحدة من 31 سيارة فقط صنعت بهذه المواصفات، وستعرض إلى جانب سيارات كلاسيكية نادرة مثل باكارد وفيراري وبوغاتي رويال.